كيف وضع الغرب صدام على الطريق الدموي إلى السلطة؟ هل ستتحمل الدولة الصهيونية وطأة الهجوم الدبلوماسي الإيراني؟ وعندما تدعم الشواذ فإنك تدعم هذا النوع من الإجراءات التي تفيد البشر. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف وضع الغرب صدام على الطريق الدموي إلى السلطة؟ هذا مقال نشر في 28 من يونيو حزيران 1997، وطبعا هذا المقال نشر في صحيفة الاندبندنت البريطانية، لكنه استند إلى تحقيقات صحفية استقصائية فيما يتعلق بالنظام العراقي آنذاك، نظام صدام حسين، وكيف قامت المخابرات الأمريكية بدعم أيضا من بريطانيا بدعم حزب البعث آنذاك وصدام حسين تحديدا لاستلام السلطة في العراق مرتين، عام 63 وعام 68، وأيضا في المرة الثالثة عندما دعموه لكي يزيح أحمد حسن البكر في العام 1979. وكانت هنالك محاولة انقلابية، يعني المقال يبدأ هكذا: لم تكن محاولة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يعني الفاشلة للإطاحة بالطاغية العراقي في حزيران يونيو 1997، انتبه جيدا، والتي قتل فيها المئات، هو التدخل الأول من قبل الوكالة المركزية الأمريكية التي كانت لها عواقب، يعني هذه العملية وخيمة. يحكي باتريك كوكبيرن عن الانقلاب الذي دعمته الوكالة والذي قام هو أيضا بهذه المهمة في العام 1963، وهذا هو الذي مهد الطريق لصعود صدام حسين. طيب راح تسأل سؤال، زين مو هي أمريكا اللي دعمته وهي اللي جابته، بعدين ليش رادت تسوي عليه انقلاب؟ هذا هو شغل الأمريكان، هو المتغطي بالأمريكان عريان، هذا قالها حسني مبارك بشكل واضح. كل أولئك الذين تعاونوا مع أمريكا بعنوانها الأب لهم، تساندهم، يخونون بلدانهم، يسلمون كل شيء للولايات المتحدة الأمريكية حتى يصلوا إلى السلطة أو تساعدهم في استلام السلطة، بعدين تنقلب عليهم أمريكا، تنقلب على حسب المصلحة. أمريكا بالذات، هو ليش سماها الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية بالشيطان الأكبر؟ لأنه لا يمكن الوثوق بها. ولاحظتم حتى أنا جاء أشوف في الفترة الأخيرة مع كل الأسف بعض المحللين العرب يسموهم محللين، هذول النصردين، من يجون يتحدثون عن إيران ويقولون يدافعون عن أمريكا ويقولون إيران لا يمكن الوثوق بوعودها، من يحكون عن قضية الاتفاق الإيراني السعودي، والله شنو إيران طالبت بحقها في حقل أراش اللي يسمون السعوديين والكويتيين بحقل الدرة، وهذا موضوع مثل ما بين العراق وإيران أكو مثل هذه المسائل، بين الكويت والسعودية كان يوجد مثل هذا الخلاف، بين الإمارات وسلطنة عمان، بين قطر والبحرين، دول كثيرة، بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، هاي الخلافات الحدودية، الخلافات على المياه، على الحدود، على حقول نفط مشتركة، طبعا أكو حقول نفط وأكو حقول غاز مشتركة بين إيران وبين عدد من الدول. فش يقولون؟ يقول ها والله إيران ما التزمت بتعهداتها واتفاقها مع المملكة العربية السعودية. وشنو اللي أكو بالاتفاق؟ أكو بالاتفاق أن نتنازل عن حقوقنا؟ هو طبعا لا، بالعكس، أكو بالاتفاق أن نتفاهم وأن نحل مشاكلنا عن طريق المحادثات الودية. فالأمريكا ينسون أن أمريكا التي لهثت خلف الاتفاق النووي مع إيران هي التي نقضت هذا الاتفاق النووي وخرجت منه في مثل هذه الأيام، في شهر تموز 2015 تم توقيع الاتفاق، بعدين بشهر الخامس 2018 خرجت من هذا الاتفاق النووي. فأمريكا ما عندها صاحب صديق،
فينقل هذا المقال، وأكرر هذا المقال في 1997، ينقل ذكريات العراقيين، يقول من يوم 1963 عندما ثار الجيش العراقي، ولقد كان انقلابا شكل تاريخ العراق وجزءا كبيرا من الشرق الأوسط لبقية القرن. لقد بدأ صدام حسين في صعوده إلى السلطة من هذا اليوم، من هذا اليوم يعني من 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 8 شباط 1963. طيب، ويتحدث المقال انه كيف قتل الزعيم العراقي الجنرال عبد الكريم قاسم الذي حكم 5 سنوات وحكم بإجراءات موجزة غير قانونية في استوديو في محطة إذاعية ببغداد، وتم تقييده إلى كرسي وقتل بالرصاص. الآن ظهرت أدلة جديدة على صحة الشكوك الشعبية العراقية في كتاب جديد. هذا الآن يتحقق عن يعني يتحدث عن كتاب هو في العام 1997 يتحدث المقال، وهذا الكتاب يتحدث كيف قامت وكالة المخابرات الأمريكية بتنظيم وضبط الانقلاب على الجنرال عبد الكريم قاسم. ونقلت، قال علي صالح السعدي وزير الداخلية في النظام الذي حل محل الجنرال قاسم: وصلنا إلى السلطة على متن قطار تابع لوكالة المخابرات المركزية. بعدين يقول: كما لعبت وكالة المخابرات المركزية دورا مركزيا في إعداد قوائم الموت، سلمت قوائم الموت للبعثيين لقتلهم، كانوا من خصوم حزب البعث وتم تصفيتهم، وهؤلاء طبعا معظمهم 5000 قتلوا، وقد يقول هذولي كلهم قتلوا، بعضهم عدد كبير جدا من الأطباء والمحامين والمدرسين والأساتذة الذين شكلوا النخبة المثقفة في العراق آنذاك. تم وضع قوائم الموت في محطات وكالة المخابرات المركزية CIA في جميع أنحاء الشرق الأوسط بمساعدة اللي يسميهم المنفيين العراقيين. في مصر ساعد الجهاز ضابط مخابرات مصري حصل على الكثير من معلوماته، يعني المخابرات الأمريكية، من صدام حسين الذي كان يعيش في المنفى في القاهرة. لكن الكتاب هذا الكاتب يعني ينقل عن كتاب، يقول: الوكيل المركزي الذي أنتج القائمة الأطول كان ويليام ماكهبل الذي عمل تحت غطاء مراسل إخباري لمكتب تايم في بيروت. مع وصول قوائم وكالة المخابرات المركزية إلى بغداد كانت النتيجة مذبحة من الضراوة غير العادية. قتلت نساء وحوامل، تذكروها الكبار السن اللي يعيشون عاشوا تلك الفترة يذكروهم. شيوخ، تعرض بعضهم للتعذيب حتى الموت أمام أطفالهم. هذول طبعا من اللي قتلهم؟ الحرس القومي، حزب البعث. فيقول كاتب الكتاب: صدام حسين الذي هرع أو هرع إلى العراقي من منفاه في القاهرة للانضمام إلى المنتصرين كان متورطا شخصيا في تعذيب اليساريين في مراكز احتجاز منفصلة للفلاحين والمثقفين، باعتبار كان يشتغل بجريدة للفلاحين. كانت ذروة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق. حاولت وكالة المخابرات المركزية مؤخرا في الانقلاب على في تلك الفترة على فيدل كاسترو، لكنها فشلت فذهبت ونجحت في العراق. على أي حال، هنالك أيضا تقارير أخرى ذكرت في هذه المناسبة بعد سقوط صدام. أيضا نشر كاتب إسرائيلي مقالا مفصلا في العام 2013 تحت عنوان: أصبحت الحرب في العراق مرضا أمريكيا مزمنا. هسه هو ينتقد هذا الكاتب الولايات المتحدة لأنها لم تتمكن، وإسرائيلها لم تتمكن من الإيفاء بوعودها فيما يتعلق بالمجيء بديمقراطية إلى العراق، لكنه يقر ويعترف هنا عن وجود علاقات بين صدام حسين تحديدا وبين المخابرات الأمريكية وحتى مع أطراف من الصهيونية من الكيان الصهيوني كانوا يتعاونون معه سرا. وأخيرا يعني لا أريد أن أطيل عليكم، أقول أن هذا الكاتب الإسرائيلي يتحدث عن وجود خلايا
إسرائيلية صهيونية تعمل في داخل العراق، وهو وصف العراق بأنه الحديقة الخلفية للكيان الصهيوني، بينما بعض الصحفيين مع كل الأسف وخاصة ممن يسمون بالصحفيين العرب يعتبرون العراق والله هو الحديقة الخلفية للجمهورية الإسلامية. لكن هنا هذا الكاتب يتحدث شلون دخل 2003، عفوا هو يتحدث في 2013، يعني نشأ 2023 عفوا، هذا المقال الذي عنوانه أصبحت الحرب في العراق مرضا أمريكيا مزمنا، نشر في هذه السنة بمناسبة الذكرى 20 للغزو الأمريكي للعراق، لكنه يتحدث عن دخوله هو كصحفي إسرائيلي إلى العراق في العام 2003. من يسأل المترجم اللبناني يقول له شلون دخلت؟ يقول له أنا دخلت عن طريق كردستان، عن طريق تركيا وكردستان. فقال كردستان حقا؟ قالها بسحر واضح، جبت نعم عبر تركيا ومنها إلى كردستان وبغداد. وينقل طبعا عن ضباط مخابرات أمريكيين مشهورين عن الدور الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز سلطة النظام العراقي، وكيف ساعدت صدام حسين حتى في حربه ضد شعبه، ضد الأكراد، ضد الشيعة، ضد باقي العراقيين، خصوصا عندما استخدم الكيميائي ضد الشعب العراقي وضد الجمهورية الإسلامية. وينقل تفاصيل، هو وغيره من الكتاب والصحفيين نقلوا تفاصيل مرعبة عن كيف قامت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم صدام حسين ليبقى في السلطة، ومن خلال الإضرار بالجمهورية الإسلامية والإضرار بالشعب العراقي وتدمير الجيش العراقي. وأكو تفاصيل كثيرة حقيقة، يعني ماكو ذلك الوقت لكي نناقشها، بس أنا أثيرها هنا لكي تبحثوا وتفتشوا أحبائي كيف وصل صدام حسين وكيف وصل حزب البعث إلى السلطة، وحتى تعرف جيدا لا يمكن الوثوق بهذا الحزب الذي لا تزال لديه لا تزال لديه علاقات مباشرة مع المخابرات الأمريكية. واللطيفة أن واحد من كبار مسؤولي جهاز مخابرات في صمد صدام حسين موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، ويوميا يطلع بالقنوات الفضائية ويتحدث وعنده مقابلات وذكريات، وطبعا يسطر مما يريد أن يخفي فيه علاقته وعلاقة نظامه، نظام صدام حسين، بالموساد وبالمخابرات وبالقاعدة. تطلع فلتات من هنا ومن هنا وببن لادن، لكن كل ذلك يؤكد بما لا يقبل الشك أن الولايات المتحدة والغرب عموما هو الذي جاء بصدام وهو الذي أزاح صدام. وعليكم ألا تثقوا لا بالولايات المتحدة الأمريكية ولا بغيرها. ابقوا معنا. هل سيتحمل الكيان الصهيوني وطأة الهجوم الدبلوماسي الإيراني؟ في الحقيقة هذا عنوان مثير، هو العنوان كالآتي: هل ستتحمل إسرائيل وطأة الهجوم الدبلوماسي الإيراني؟ كاتب إماراتي نشر هذا المقال في موقعين في داخل الكيان الصهيوني في إحدى الصحف الإسرائيلية، وأيضا في صحيفة يعني نعم في صحف إسرائيلية، نشر هذا المقال في صحف إسرائيلية. دعونا نطلع لكم الصحيفة. طبعا اللافت في هذا المقال أن كاتبا إماراتيا هو الذي كتبه، واللاتف أيضا واللافت أيضا أن هذا المقال نشر في صحيفة إسرائيلية، في صحيفتين، إسرائيل هيوم وفي موقع اسمه زينجر. لكن صحيفة إسرائيل هيوم يعني إسرائيل اليوم باللغة العبرية نقلته قبل هذا الموقع. في الحقيقة هذا المقال أولا يعني هو أن هنالك التطبيع ماض ومستمر بين الكيان الصهيوني وبين دول في المنطقة، ومنها طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة. لأن أنت تجي وتنشر مقال في صحيفة إسرائيلية وتنشر لك الصحيفة الإسرائيلية، وظاهر المقال يعني من تقرأ المقال ما تشوف به شيء مهم كثير، يعني تجد فيه أنه والله هنالك أصلا اعتراف بالنجاح الإيراني دبلوماسيا وبفشل الكيان الصهيوني دبلوماسيا. لكن عموما يعني كاتب
خليجي وصورته خليجية، وتنشر الصورة على صفحات الصحيفة الإسرائيلية وبالعبري، والصحف الإسرائيليين الصهاينة المستوطنون يقرؤون هؤلاء، يعني تصير هذه حالة الألفة. هو هذا التطبيع، هو هذا التطبيع. بالمناسبة احنا من نرفض قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني بمختلف أشكالها، ومن ضمنها بالتأكيد الرحلات الدينية وتبادل الرحلات الدينية، أن تشارك في قنوات فضائية للكيان الصهيوني، وأن تشارك في قنوات فضائية تدعم الكيان الصهيوني مباشرة وتدخل وياهم في سجال مناقشات. هذا كله نوع من التطبيع. لا، أما أن تجلس أنت مثلا في قناة روسيا اليوم على سبيل المثال، ويجيبوا لك واحد من الكيان الصهيوني وأنت لا تتحدث معه ولا تعيره أهمية، ما لك علاقة به، ما لك شغل به، لا هذا جزء من جهاد التبيين الذي أكد عليه سماحة الإمام القائد السيد علي الخامنئي. أكو فرق بين التطبيع في وسائل الإعلام والتطبيع أو بين جهاد التبيين. بالعكس، هذا جهاد، هذا حتى لا تترك المقاعد خالية، المقاعد الدولية وفي الإعلام، والإعلام هذا مو مصارعة والله ينافسك واحد أو فريق منا أو فريق منا، لا هذا تطبيع، تطبيع ولعب، لا هذا النوع من الجهاد، جهاد التبيين مطلوب. المهم أقوله أنه هذا الكاتب يقول لا يمكن للتحسن المستمر في علاقات إيران مع الدول المجاورة لها في مجلس التعاون الخليجي أن يحل محل الروابط القائمة والمحتملة بين دول معينة في المنطقة بين قوسين وإسرائيل. يعني يريد يعطي اطمئنان لهذا الكيان بأنه أنت مهما خسرت الجولة الدبلوماسية، لكن هذا لا يعني، يعني تطبيعنا مع إيران لا يعني أن تطبيعنا مع الكيان الصهيوني قد توقف. لكن يطرح سؤال يقول تثير المبادرات الدبلوماسية الأخيرة تساؤلات حول تأثيرها على المخاوف الاستراتيجية لإسرائيل وسط صراعات القوى الإقليمية. أولا أحبائي علينا أن نسجل ملاحظة في غاية الأهمية، وهي الملاحظة الأساسية والمهمة. صحيح الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية في العام 79 كان شعارها إزالة بؤر التوتر في العلاقات بين هذه الدولة الفتية، الإسلامية الفتية، وبين دول الجوار خصوصا دول المنطقة العربية، العرب تحديدا. حاول صدام حسين من خلال هذه الحرب المفروضة التي شنها على الشعبين العراقي والإيراني إيجاد هذه الفجوة، وسماها في البداية كما تعلمون الحرب بين الفرس وبين العرب، لكن فشل من خلال وقوف السوريين، من خلال وقوف الليبيين، من خلال رفض الجزائريين دعمه، من خلال رفض حتى سلطنة عمان آنذاك الوقوف إلى هذه الحرب العبثية التي شنها. لكن بالمحصلة أوجد نوعا من الكراهية من خلال الإعلام، وسائل الإعلام، وطبعا التطبيل اللي تعرفونه وتتذكرونه آنذاك، كراهية بين أو يعني فجوة في العلاقات العربية الإيرانية. اجت الجمهورية الإسلامية بعد توقف هذه الحرب العبثية المجنونة وحاولت رأب الصدع. شفتوا مثلا موقف إيران المهم جدا من غزو صدام حسين لدولة الكويت، وكان هذا الموقف قد أثر كثيرا لدى الشعب الكويتي ولدى باقي شعوب المنطقة، لأنه هذه إيران وقفت إلى جانب الكويت، الكويت التي دعمت صدام بالمالي وبالسلاح، وبعدين راحت تحاسبه على الفلوس انه دفعنا لك مال لازم ترجع لنا اياه حتى يقتل به شعبه ويقتل به الشعب الايراني. مع كل ذلك، لانه كما كان الامام الخميني قدس الله نفسه الزكيه والله حذرهم، حذر الكويتيين، قال لهم ترى صدام اذا وقفت هذه الحرب سيتجه نحوكم، وفعلا راح لهم وغزاهم. ايران وقفت موقفا ايجابيا. إيران حتى هذه إيران وقفت من هذا النظام، هذا النظام لأنها لا تريد أن يتأذى الشعب. عندما فرضت على النظام على العراق عقوبات دولية أممية مو أمريكية أحادية، بعض العراقيين يؤيدون هذه، والله ما نقدر احنا يعني نرفض العقوبات الأمريكية اللي فرضها ترامب على إيران، لا،
فرضت عقوبات دولية على العراق، الإيرانيون نقضوا خرقوا تلك العقوبات باعترافهم. هذا عصام اللحويش توفى، كان حاكم المصرف المركزي، محافظ المصرف المركزي العراقي في زمن صدام حسين، يعترف شلون كانوا يحصلون على أموال لكي يساهم هذا المال، يعني عن طريق تصدير النفط، مشتقات النفط عن طريق إيران، يروحون يرفعون العلم الإيراني، من يروحون إلى يبيعون نفطهم بالعلم الإيراني. زين، هاي إيران. على كل أقول، رغم كل ذلك جاءت إيران لكي تسد هذه الفجوات، وهذا هاي سياستها. مع كل ذلك، هاي الملاحظة اللي أقولها، هم فشلوا في عزل إيران، الغرب ومعه الدول العربية هاي التي قاطعت إيران خلال السنوات الماضية، فشلوا في عزل إيران وإجوا صاغرين إلى الجمهورية الإسلامية، وصار هذا التطبيع المعروف في العلاقات الإيرانية السعودية، في العلاقات السعودية السورية باعتبار سوريا حليفة لإيران، حليفة إيران، وعموم العلاقات الإيرانية العربية. وجاي تشوفون يعني مع مصر، مع الأردن، هنالك توجه جديد من قبلهم تجاه إيران. إيران هذا موقفها ثابت، أنا مو أريد أبرر للإيرانيين، هم شفتوا من القطاع العلاقات الدبلوماسية، من اللي شارك في الحروب العبثية ضد إيران، ضد إيران، من اللي شارك في الحروب العبثية ضد حلفاء إيران. خب في اليمن منو؟ منو اللي موجود في اليمن؟ يقول لك واحد، والله يطلع واحد ذاك يوم شفته يقول إيران ما خلت رجلها بمكان أو إيدها بمكان إلا وخربته. شلون؟ بالله اعطوني مثال. العراق هم مو هي اللي خلصت العراق من داعش، مع طبعا بفتوى الإمام السيستاني وبدعم الحشد الشعبي وباقي القوات الأمنية، بس إيران وباعتراف الرئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ووزير الدفاع آنذاك والسيد مسعود البارزاني، هذا موجود ثابت. زين، من اللي في اليمن يدمر في اليمن؟ إيران أم اعطوني دليل على وينها إيران؟ إيران إيران حتى في قضية السلاح النووي، إيران تدفع تكاليف سلاح لم تنتجه، إيران تتحمل اتهامات هي مو متورطة بها، بالعكس كل ما قامت به إيران هو لتعزيز السلام، وهو هذا الهجوم الدبلوماسي اللي يسميه الأخ كاتب المقال، ويسأل إسرائيل يقول لهم هل ستتحملون وطأة هذا الهجوم الدبلوماسي؟ قدرون؟ لا طبعا ما يقدرون، فش يسوون؟ يروحون يختلقون أزمات هذا الكيان الصهيوني، أزمات كثيرة، إرسال جواسيس هنا وهناك، اغتيالات، وهذا طبعا جيدا هذا النظام، هذا الكيان الصهيوني اللقيط. لا، فطبعا هذا الموضوع أيضا يحتاج الكثير من الشرح والتفصيل، لكن نقول بكلمة واضحة وصريحة أن الاصطفاف مع إيران، وإن كان هذا الرجل الكاتب يقول لا يمكن لهذه الدول أن تؤيد فكرة التكتل أو التحالف مع إيران للاصطفاف ضد الكيان الصهيوني، أنا أقول وشفت التجارب الماضية، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، الاصطفاف مع إيران من شأنه أن يقوض طبيعة الكيان الصهيوني العدوانية وفعالياتها الإقليمية، وهذا بالتأكيد سيصب في صالح شعوب المنطقة برمتها، وطبعا نحن سنكون أول المستفيدين. ابقوا معنا. عندما تدعم زواج الشواذ فهذا يعني أنك تدعم هذا النوع من الإجراءات التي تبيد البشر. هذا عنوان مخيف ومرعب وجدته في إحدى الصحف التي تصدر في داخل الكيان الصهيوني باللغة العبرية، وأيضا هنالك عنوان آخر لكتاب، الكتاب يقول ما يسمى زواج الكذا الشواذ العدو الأكثر فظاعة، أمريكا في أزمة، للكاتبة هي سوك سون. أول إصدار لهذا الكتاب صدر في العام 1915 في عهد أوباما، لأن أوباما شرع قانون في ذلك الوقت يشيع أو يعني يسمح بهذا الزواج.
ورفضوه بعض القضاة ومن ضمنهم رئيس القضاة آنذاك، واعتبروا هذا الأمر أمر مروع ومشين للغاية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وقالوا إن تقنين هذا النوع من الزواج من نفس الجنس أمر يتعارض مع الفطرة ومع الضمير الأخلاقي ومع المعتقدات الدينية. الأمريكان اللي هسه جاي يصدرونه هذا النوع من الزواج، والآن يجي أوباما يتبنى بايدن بشكل رسمي يقول الأمة الأمريكية هي أمة الشواذ. طيب بالحقيقة أنا خلال هاي الفترة الماضية، وخصوصا وجودنا هنا في بريطانيا في الغرب عموما، جاي أشوف أكو تركيز تأكيد، وهذا لازم دائما نكرره، تأكيد على أن تصبح هذه القضية إلزامية، إلزامية من خلال طبعا الأطفال، المدارس، الأطفال يعلموهم بأي شكل من الأشكال كيف يصبحون شواذا. وقلت لكم في قضية التحويل هذا من الذكورة إلى الأنوثة، أطفال عندهم قابلية للتحول مع كل الأسف، وفق مواد معينة يتم وضعها في المياه، بس ممكن هم بالأكل، مثل ما هاي كورونا وغير كورونا وهي الأمراض المختلقة، هاي الجراثيم التي تصنع وتخلق لكي يستفاد منها لتحقيق أغراض سياسية واقتصادية وتجارية. وهم عادة الآن الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة تروج لنظرية مالثوز، هاي النظرية المشهورة أنه الموارد الطبيعية الغذاء الماء في الأرض لا يتناسب مع عدد السكان. وهذا بالضرورة، وقال هذاك اليوم ممثل الرئيس الأمريكي في المناخ اللي كان وزير الخارجية سابقا، قالها علنا الرجل، قال بأنه يعني عدد السكان لا يتناسب مع الموارد الطبيعية. وهاي النظرية، شوفوا هاي النظرية مو جديدة، السيد الشهيد الإمام السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية في 1961، شو وقت؟ 61 ميلادي، عندما كتب كتاب اقتصادنا، وساعده في هذا الكتاب اللي هو سماه عضد المفدى المرحوم الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم. شوف كم سنة في هذا الكتاب يفند السيد الشهيد الصدر بالسهل الممتنع نظرية مالتوز، يقول لا هاي نظرية كاذبة، انت تيجي تبرر القضاء على البشرية، تيجي تقلل من عدد السكان فتشن حروب تختلق أمراض، والآن قاعد يروجون بشكل واسع ماس برودكشن على واسع لزواج الشواذ حتى يقضون على النسل ويقللون من عدد السكان. وهو هذا من اقول لكم، انت بتقولوا ليش الجيش جاي تركز على هذا الموضوع؟ اولا خليني اقول لكم السيد الشهيد محمد باقر الصدر استند الى هذه الآية، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هاي النظرية الإسلامية مقابل نظرية مالتوز، روح أقرأ تفاصيلها. إسلام ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، وهي آية قرآنية، ما في مجال للاجتهاد. إن الإنسان، هاي المشكلة، هنا المشكلة، نظام التوزيع والاستغلال، إن الإنسان لظلوم كفار. فأقول والله من أراجع الصحافة ووسائل الإعلام ومراكز الأبحاث، وأذهب إلى الكيان الصهيوني، هذا الكيان الصهيوني، ليش أنا دائما أقول هذا الكيان ينهار من الداخل؟ هسه هذه واحدة من الأدلة الجديدة، إحنا اليهودية والمسيحية وطبعا الإسلام، أن الدين عند الله الإسلام، كل الشرائع السماوية تحرم زواج أو هذه العلاقة الشاذة كلها بلا استثناء،
وخصوصا في الكيان الصهيوني. ها بالمناسبة الدين هاي الشريعة اليهودية. وزارة الداخلية في الكيان الصهيوني لا تسمح بتسجيل زواج الشواذ، تعتبره زواج غير طبيعي. تقول ليش؟ لأنه هذا الزواج، ويكتبون كتاب وصحفيين ومفكرين وحاخامات يقولون هذا الزواج من نفس الجنس يدمر الحضارة. بس في الآونة الأخيرة شو يقولون؟ ظلوا يسجلون هذا الزواج الذي إذا سجل في دولة أخرى، هو في الكيان الصهيوني ما يسجلون، لأن قالوا الممنوع، يقول لك لأن الزواج هدفه الإنجاب، فأنت لا تستطيع أن تروج لهذا الموضوع في داخل الكيان الصهيوني وفق هذه النظرية. وزارة الداخلية أقول في الكيان الصهيوني لا تسجل، بس في الآونة الأخيرة وسووا مواقع، ها مواقع الآن تروح داخل الكيان الصهيوني تفتش تلقى مواقع يعلمون يعني هؤلاء الشاذين شلون تروح تسجل هذا الزواج للمرأة والمرأة والرجل والرجل، تروح تسجله في الدول وتعطيهم عناوين الدول التي تسمح بتسجيل هذا الزواج حتى لغير قاطنيها لغير ساكنيها. طيب تدري الآن النقاش اللي قاعد يصير هسه في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الكتاب اللي قلت لك عنه هسه قبل قليل اللي يقول أمريكا في أزمة، والمقالات التي تقول إن هذا النوع من الزواج يقود البشرية إلى الهاوي إلى الدمار إلى الانقراض. وطبعا بعضهم يتحدث في الكيان الصهيوني في صحف مسيحية عن غضب الله. الآن قاعدين يروجون للزواج من الحيوانات، تدري ولا ما تدري؟ تعرف أكو نوع من الزواج هو الزواج من نفس البشر، يعني يروح شخص يتزوج نفسه يسمحوا له، امرأة تتزوج نفسها. الآن حتى هذا الموضوع أكو هنا هسه الآن في الغرب انتشرت ظاهرة التشبه بالحيوانات، يعتقد هو حمار هو كلب ويقوم بنفس الأفعال، طلعوا مظاهرات ويريدون حقوقهم وعندهم حقوق والآن قاعد يروجون لظاهرة الزواج من الحيوانات. أنا أقول هذا الكلام وأسوق وأؤكد عليه لأني لاحظت في العراق حتى أولئك الأخوة النواب الذين يريدون أن يشرعوا قانونا يحظر أو يمنع، هو شنو يعني يحظر؟ حتى كلمة يحظر غلط، والله حظر التطبيع مع الكيان حظر غلط، شنو حظر؟ حظر يعني إيقاف مؤقت، يستخدمون المصطلح حذاري من المصطلحات، الحرب حرب إعلام وحرب نفسية وحرب مصطلحات، هذا اللي يسمونه لا زواج الشواذ، علاقات الشواذ بالشرع موجودة أحكامها موجودة، إذا تريد تسوي قانون لتشديد العقوبة طبعا يجب أن تراعي مسألة المصطلحات وأن لا تقع في نفس الفخ. وبعضهم قاعد يخوفون العراقيين، يا بترى أنتوا إذا سويتوا هذا الشيء فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عليكم عقوبات، وهذا اللي بعضهم بدأوا يروجوا له مع كل الأسف. أكثر من 15 منظمة الآن تشتغل في داخل العراق تنشط في هذا الاتجاه، الترويج لزواج الشواذ، مدعومة بشكل واضح وعلني وصريح من قبل السفارات الأمريكية والبريطانية والألمانية بشكل مباشر، والألمانية هو بتعرفون بعد برنامج شذوذ توك وغيره. وأكو هاي المؤتمرات والندوات ومشاريع صناعة القادة ونقلهم إلى الدول الأخرى، المساكنة المعايشة، هاي كلها ضمن المخطط أخواني، مخطط خطير، نحن نسير نحو الفناء إلا إذا عدنا إلى الله، وهذه وظيفتنا كلتنا، علينا شلون نعود إلى الله وشلون نجعل مجتمعاتنا تعود إلى الله والقيم في مال